الذي لا يصلي الله لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم: منذ ان تقول الله اكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي، وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله في الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله. كلا لا تطيعه واسجد تحت في الارض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الارض يقول اقترب. كيف اقترب وانا نازل؟ لان سجودك بين يدي الله اقتراب من الله. يا بنات صلوا الصلاة في وقتها. النبي ما غضب غضبا على احد الا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته وعند موته. هذا جبريل يأتي اول ما جاء واخبر ان الرسول اخذ ثم ضرب الارض وتوضأ مثلي وصلي يا محمد مثلي، لان ارتباطك بالسماء يجب ان يكون عن طريق هذه الصلاة. انصح الاباء كونوا قدوة لابنائكم، اذا اذن المؤذن امسكوا الطرق وخذوا انفسكم الى الطريق، وامشوا في مناكبها. قال بعض العلم امشوا في مناكبها الى الصلاة. يا بني ادم خذوا زينتكم، زينتكم عند كل مسجد، تستعدوا عند كل مسجد. بعض العلماء قال عند كل صلاة. خذ زينتك استعد لها، بمعنى تهيئ لصلاتك. يا اخي ارتبط بالله. الله اكبر لذة، ما لذة والله لا تعقبها لذة. والله ما يعرف قيمة الصلاة الا من صلاها حقيقة. اللي تاركين الصلاة ضايعين حياة اخرى. ارتباط بالله ثوب علوي. والذي لا يعرف الصلاة ضايع، بل الذي لا يصلي ترى لا يؤكل ولا يزار الا من باب الدعوة والنصيحة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدخل مكة وحرمها لانه نجس. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعوذ بالله من غضب الله. الذي لا يصلي تلعنه السماوات، تلعنه الطيور في السماوات، وتلعنه الحيتان في البحار. الذي لا يصلي تلعنه النملة في جحرها، والنحلة في خليتها. ليش ليش نترك الصلاة العمود الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان. يوما ستفرح بالحصاد وترتقي، وتكون حقا حافظ القرآن. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا،
ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني. يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجان. حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان. يوما ستفرح بالحصاد وترتقي، وتكون حقا حافظ القرآن. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني. يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجان. حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان. يوما ستفرح بالحصاد وترتقي، وتكون حقا حافظ القرآن.